التوفت هو ليس النغير كما زقطع يعني إلا عرف اللغة واحدة إلا عرف جوج لغات أفضل من واحد عرف لغة واحدة يعني تعلم البايثون اللي هو سهل ثم كاين لغة أخرى سميتها الآر الآر كاين لغة سميتها سكارا كاين لغة سميتها جوليا كاين لغة سميتها سي بلس بلس جافا كاين بزاف ديال اللغات إلا عرفتي غير البايثون راه ممكن تولي عالم بيانات ولكن باش تولي عالم بيانات متميز من الأحسن تطور راسك وتتعلم لغات أخرى كذلك اللغات الحية إلا كنتي عارف الفرنسية بوحدها يكون ربما إلا عرفت الفرنسية والإنجليزية يكون لك أفضل من معرفة الفرنسية لوحدها بخصوص السؤال الثاني فين كتجي البيانات راه حنا اللي كنتجوها قبل سولتكم شحال واحد فيكم هذا في الواتساب ولا في الفيسبوك احنا كنجو هاد البيانات بالبلايين ديال الجبال ديال البيانات اللي كنجو افري سينجل من كل دقيقة على مستوى العالم راه جبال ديال البيانات اللي كتنتج وهاد البيانات عندها اعمار اللي هي مختلفة كاين البيانات اللي كتعيش دقيقة نص دقيقة بحال البيانات ديال الطبية راه مكتعيش بزاف وكاين البيانات اللي مثلا ديال كأس العالم ترى عندنا معلومات 1930 الى يومنا هذا ما عمرها كتموت يعني كاين البيانات اللي كتعيش وكاين البيانات اللي كتموت في لحظات بسيطه وانت كدور ديالك يعني البيانات هو استغلال هذه البيانات قبل ان تموت الى ماتت صافي راه مابقاش معك ما دير فيها شكرا سيدي